مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من ممكن حلقه نهايه الاسبوع، حلقه شم النسيم. كل عام ومصر والمصريين بكل خير وسعاده، طالعين كاجوال بقى ومقضيين يوم مختلف، مش الاحساس بس بنهايه الاسبوع، رغم ان عمرو بيقول القميص عامل زغلله جامده، فمعلش يا عمرو استحملني بقى. جديد على القمصان على الهوا، مصر بخير، الناس فرحانه، انا مبسوط قوي ان في الساحل الشمالي، في الغردقه، في الجونة، في العين السخنة، في شرم الشيخ، في كل الأماكن المصريين خارجين يتبسطوا ويأكلوا فسيخ. ومش هنقول لكم ما تاكلوش فسيخ، عشان المصريين من 200 سنة بيقولوا ما تاكلوش فسيخ وبيأكلوا فسيخ، بيأكلوا رنجة وبيأكلوا بصل أخضر وبيستمتعوا وبيبقوا كويسين. حالات قليلة قوي اللي بيبقى فيها مواصفات الفسيخ وتبقى بطن السمك عامل ازاي وحاجات كده، بس كله الفسيخ وسمي وكله هيبقى كويس. المهم ان احنا نحس بفرحة ونحس ان احنا شعب قادر على الحياة مهما حصل ومهما كانت الازمات. خدوا بالكم الازمات بتقل بتقل بتقل، مش الازمات المعيشية، الازمات المعيشية اللي عايشين فيها بقالها سنين طويلة هتفضل مستمرة معنا وقت طويل. المهم ان يكون لدينا امل، عندنا احساس ان في ناس قادرة على التغيير، ان الشعب نفسه قادر على انه يشارك في هذا التغيير، فتبقى حياتنا كويسة، ايامنا الجاية ان شاء الله كويسة. طيب بمناسبة هذا اليوم احنا عاملين حلقة خاصة جدا، وهحاول في الاخبار اكون سريع وخفيف وابعد عن كل ما يغم، يعني ان شاء الله ما تبقاش في حاجة تغم، ولا مظاهرات ولا تقبض على كام ولا كلام فاضي من ده، خلاص اللي يتقبض عليه يتقبض عليه واللي يتظاهر يتظاهر. انا معايا النهاردة الشيخ زين محمود، بيقولوا عليه الشيخ الفرنسي بتاع فرنسا، الشيخ زين محمود المنشد والمداح والمطرب، حاجة حالة من الغناء والتواشيح والذكر الصوفي العظيم. هذا الرجل الذي اكتشف نفسه هو عنده 24 سنة وملقاش نفسه في مصر، ملقاش نفسه في بلد المديح والذكر، واستطاع انه يعمل حالة مختلفة في فرنسا ومدرسته تكبر ويبقى ليه مستمعين اكتر من المستمعين في مصر. لا في زباين للشيخ زين، في زباين كتير في مصر بيسمعوا الشيخ زين وبيستمتعوا بيه، بس فرنسا اكتر. النهارده هنسمع انشاد، ويعني هتسمعوا سيره هلاليه، وهتسمعوا يبكي ويضحك، الاغنيه البديعه اللي سمعناها في فيلم باب الشمس، هتسمعوا يا حبيبي الوان السما السبعه، هتسمعوا هطلب منه ابن الفارض وربنا يستر، هتسمعوا شعر بجد، هتسمعوا مش عارف هيرضى يقول لنا مونولوجات ولا لا، ولكن هو ليه مونولوجات محترمه كان بيختارها للفنان الشعبي الجميل شكوكو، محمود شكوكو. احنا عاملين ليله خاصه لعم الشيخ لزين محمود، الصوت الجميل، الاحساس المرهف، الكلام الحلو، عايزين ناخدكم لحاله، عايزين يعني كل واحد يجهز نفسه ويجهز مشاعره انه هيسمع شيء مختلف. هيكون معاه عم ابراهيم القط عازف الربابه، وابنه ابراهيم 28 سنه ابن عم علو القط بالطبله، وخلونا نستمتع، خلونا يعني اجري بسرعه معاكم كده علشان الليله تبقى مختلفه بجد. طيب النهارده المرشح الرئاسي المحتمل اللي مفترض يروح بكره الصبح يقدم اوراقه حمدين صباحي، اعلنت حملته النهارده انها جمعت 30,000 توكيل من 17 محافظه. ومدير الحملة قال في مؤتمر صحفي حسام مؤنس إن أعداد التوكيلات ليست مقياسا لنتائج التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ووجه الشكر إلى كافة القوى السياسية اللي بتدعم حمدين في انتخابات الرئاسة وآخرها حزب الدستور، وقال إن حملة حمدين مصرة على أن تهزم دولة مبارك. مش عارف هو في حد من دولة مبارك مترشح يا جماعة؟ أنا ما أعرفش. على حد قوله وتحقيق اهداف ثورتي يناير، ده شيء جميل، احنا عايزين الناس تحقق اهداف ثوره 25 يناير و30 يونيو، وطالما حمدين يبقى ثوره 52، اي ثوره هتقدر تاخد البلد للافضل احنا معاها، واي رئيس هيقدر يحقق ده احنا معاه. على الناحيه الثانيه المرشح المحتمل الاول، وليه محتمل الاول؟ لانه هو الذي قدم اوراقه بالفعل ل اللجنة العليا للانتخابات ب 200,000 توكيل، المشير عبد الفتاح السيسي. حملته النهاردة قالت إن عدم ظهور المشير حتى الآن للجماهير منذ إعلان ترشحه للرئاسة
يرجع الى التزامه بعدم اختراق قانون الدعاية. احنا عارفين ان قانون الدعاية بيقول انك هتبدأ بعد التقديم. صحيفة الشرق الاوسط اللندنية نقلت عن احمد كامل مدير المكتب الاعلامي للحملة ان سبب عدم ظهور المشير للجماهير حتى الان يرجع الى التزامه بعدم خرق قانون الدعاية الرسمية او حتى مجرد وجود شبهة قانونية لذلك. المشير لديه انضباط شديد في تطبيق كل قرارات اللجنة العليا للانتخابات. من المقرر ان تبدأ الدعاية الانتخابية للمرشحين اعتبارا من الثالث من مايو وتنتهي بنهاية يوم 23 مايو المقبل. ستجرى الجولة الاولى للانتخابات يومي 26 و27 مايو على ان تعلن نتيجة هذه الجولة يوم الخامس من يونيو. حددت اللجنة يومي 16 و17 لجولة الاعادة يونيو. طبعا النتيجة النهائية في حالة الإعادة ستكون 26 يونيو. لو حالت اتنين ما اعتقدش ان في إعادة. يعني الإعادة اللي يجيب 50+1 خلاص. المهم 50 من المصوتين وليس عدد الناخبين، عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات القادمة يقترب من 54 مليون ناخب. ومن الرئاسة إلى الرئاسة في الجزائر. فاز عبد العزيز بوتفليقة الرئيس الجزائري السابق بالانتخابات الجزائرية التي أجريت أمس. دي ولاية رابعة حصل على 81.53% من الأصوات بحسب النتيجة الأولية التي أعلنها وزير داخلية الجزائر. قال وزير الداخلية أيضا أن المنافس الرئيسي لبوتفليقة علي بن فليس اللي هو رئيس الوزراء الأسبق حصل على 12.18% من الأصوات. صوت لصالح بوتفليقة البالغ من العمر 77 عاما والذي صوت على كرسي متحرك 8.3 مليون ناخب من أصل 11.3 مليون، بينما حصل ابن فليس على 1.2 مليون صوت، في محل المرشح عبد العزيز بالعيد ثالثا بنسبة 3.3%. المرشحة الوحيدة لويزا حنون جت الرابع بنسبة 1.37%. أكد بالعيز أن نسبة المشاركة اللي بلغت 51.7 لا تأخذ في الحسبان الجزائريين الذين انتخبوا في الخارج وعددهم أكثر من 1 مليون ناخب. آخر مشاركة كانت في الانتخابات الجزائرية كانت سنة 2009 كانت نسبة المشاركة فيها 75%. أنصار بوتفليقة كانوا بدأوا الاحتفالات مبكرا قبل إعلان النتيجة. وزارة الأوقاف اليوم موقف غريب جدا، مش عارف ليه الشيخ محمد حسين يعقوب عرض نفسه لهذا الموقف وعرض الأوقاف لهذا الموقف. النهارده وزارة الأوقاف حررت محضر ضد الشيخ محمد حسين يعقوب، واحد لاعتلائه المنبر عنوة، مش هو الشيخ اللي رايح بتاع الأوقاف اتمنع، ومحمد حسين يعقوب الشيخ محمد حسين يعقوب طلع على المنبر وخطب الخطبة رغم أن ليس له تصريح ولا ترخيص. ومنع فضيلة الشيخ محمد عز الدين من ممارسة عمله وأداء خطبة الجمعة بمسجد الرحمن الرحيم بقرية المطاهرة القبلية في مركز أبو قرقاص. الوزارة حررت محضر تاني اللي حرره الشيخ سيد عبود وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا ضد محمد طلعت عضو مجلس الشعب السابق عن الجبهة السلفية لقيامه ومن معه من الجماعة السلفية بالتعرض لرجال الأوقاف ومنعهم من دخول المسجد وغلق الأبواب. أكدت الوزارة أن دي أفعال غوغائية لا تليق بالدين ولا بالأخلاق ولا بالإنسانية ولا بالقيم المصرية الأصيلة، ولا يمكن أن تصدر عن أناس وطنيين طبيعيين أسوياء. طيب معايا فضيلة الشيخ سيد عبود وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا. مساء الخير يا فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ مساء النور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك. ماذا حدث اليوم يا فضيلة الشيخ؟ باختصار ما حدث اليوم هو تكملة لما كان بالأمس وما كان قبل الأمس، بمعنى أن السيد محمد طلعت قرر أن يستضيف الشيخ محمد حسين يعقوب ليلقي خطبة الجمعة بمسجد أهلي يفتتحونه لأول مرة، إلا أن الأمر
يعني لابد وأن تعلم به الوزارة، لأن المساجد كلها تابعة للأوقاف الأهلي وغير الأهلي. يعني هذا المسجد وزارة الأوقاف عطيه له ترخيص أنه يفتح؟ المسجد جديد أهلي، وعندما يتم افتتاحه يتم افتتاحه عن طريق الأوقاف، خطبة الجمعة حق أصيل للأوقاف والمساجد. وقرر معالي الوزير محمد مختار جمعة المساجد كلها تابعة للأوقاف الأهلي والحكومي، فلا يحق لأحد أن يعتلي أي منبر إلا بتصريح من وزارة الأوقاف، ويكون أزهريا أو يكون خريجا من يعني خريجا لمعهد الثقافة الإسلامي التابع لوزارة الأوقاف. نعم. فما حدث يعني حاولنا أن يعني نوقف هذا الأمر من باب الود مع الأستاذ محمد طلعت، إلا أنه تعنت وقال لابد أن يأتي الرجل وما فيش حاجة تمنعنا. قلت له ارفع عنا الحرج، لأن الأمر لا يتعلق بالوزارة، والوزارة تقول قفوا لهم وكذا. تحاول أن تؤجل هذا الأمر لوقت آخر حتى يعني ممكن تستأذن من الوزارة، تجيب موافقة الأمن، تعمل أي حاجة حتى لا تضعني في حرج. إلا أنه ركب رأسه وقال والله حتى إحنا الشيخ هيجي، ولو حتى وزير الأوقاف موجود ما حدش يخطب إلا الشيخ. فقلت له خلاص أنت حر، وإذا طبعا خدت إجراءاتي أبلغت الوزارة، والوزارة قررت أن نخطب نحن، قالوا لنا أنت ترسلوا خطيب أو ترسلوا الإمام يخطب الجمعة، وبعدين إن منعوه هتقوموا بعمل محضر أقرب نقطة شرطة أو في أقرب نقطة في أقرب. فضلت الشيخ يعني. طيب ليه ما تمش فيها قدر من التفاهم؟ هو مسجد أهلي بتاع ناس وجهوا الدعوة للشيخ محمد حسين يعقوب، جابوه من القاهرة خصيصا قيلكوا الخطبة وبيفتتحوا مسجدهم، لحين ينضم المسجد إلى الأوقاف ويصبح لها سيطرة عليه، وكان يمكن احتواء الموقف بهذا الشكل. أنا قلت لحضرتك يا أستاذ خيري، أولا إحنا حاولنا نحتوي الموقف إن يؤجلوا الأمر، رفضوا. الأمر الثاني إن سيادة المحافظ استدعى الأستاذ محمد طلعت عضو مجلس الشعب سابق 7 سنوات بإنه برضو يأجل الكلام ده قبل أن يأتي الشيخ محمد حسين يعقوب، يعني قبلها الكلام ده كان بالأمس عند السيد المحافظ، وقبلها نحن بيومين بنتكلم معاه عشان يأجل حتى يعني يكونش فيه مشكلة. أنت تعلم أن الوزير إحنا بالنسبة لهنا كأننا يعني بنمثل الوزير، ويوم أن نخالف الوزير، الوزير واخد قرار، لأن حق أصيل كما قلت اللي معاه تصريح وأزهري هو اللي يخطب. الشيخ محمد حسين يعقوب ليس أزهريا وليس معه تصريح، ولا جابوا موافقة من الوزارة ولا موافقة من أي مكان. لو جابوا موافقة من الوزارة خلاص أنا يعني المعنى الأمر لا يعنيني، وأن مسجد أهلي كما تقول، لكن مسجد أهلي لأنه تابع لوزارة الأوقاف، لأن معروف في قانون الأوقاف أن كل المساجد تابعة للأوقاف أهلي أو حكومي. فإحنا حاولنا برضو نخلي الأمور تعدي ودي، إلا أنه يعني صمموا وقالوا لابد أنه هو اللي يخطب. والمعالي المحافظ اتكلم معاه بكل ذوق وكل ادب بالامس، يا محمد يا ابني خلي الموضوع يعدي، يا خلي الموضوع ياجل، الراجل يعتذر وانا ان شاء الله هستضيفه فيما بعد، وهنعمل هنا محاضره في المحافظه واخليه يتكلم، واجيب له الشباب ويكلمهم في الروحانيات والحاجات الحلوه اللي بيقولها. لكن الولد رفض، او محمد رفض، فندي رفض واصر ان هو يجيب الشيخ محمد حسين يعقوب، والوزير اصر على اننا نذهب ويعني نخطب الجمعه هناك، وان منعنا احنا بنعمل الاجراء القانوني، لا بنتخانق ولا حاجه، رحنا عملنا الاجراء القانوني، رحنا منعونا من الدخول المسجد اصلا، من الدخول الى المسجد، اغلقوا المسجد في القفل حتى جاء الشيخ، واوقفونا في الشارع 5 دقائق أو 7 دقائق في الشمس، والشيخ جه وعملوا هيصه وهو الليله برضو من باب الذوق، سلمنا على الشيخ وكادوا يوقعونا في الارض بالزحمه بتاعتهم، وكان يعني الفاتح العظيم المغوار جاي يفتح القدس. فدخلوا المسجد، دخلوا المسجد وقفلوا، وهم دخلوا اغلقوا الباب دوننا ووقفوا على الباب وقال لا ما تدخلوش، روحوا ادخلوا من باب تاني بدورة الميه، والناس كلها هم مالين المسجد، هدفهم كله انهم ما يمكنوناش من المنبر.
هو يعني احنا صحبات البيت ونطرد من البيت المساجد بتاعتنا. بشكرك جدا فضيلة الشيخ. انا وقفنا الاستاذ الاستاذ خيري الى مدرسه وتقول انا حتى انا وهو الدرس هدخل اشرح حصه للطلبه من غير اذن المدير او اذن الاستاذ المدرس الاول. بشكرك يعني جدا فضيلة الشيخ سيد عبود يعني وكيل وزاره الاوقاف بالمنيا. نتمنى احتواء هذه المواقف. كنت اتمنى مبادره من الشيخ محمد حسين يعقوب نفسه، لا يليق بممثل الوزاره بشيخ قادم لإلقاء الخطبة أنه يقف في الشارع، ولا يجوز أيضا استقبال ضيف برفضه. يعني إحنا البلد مش محتاجة إحداث لفتن ولا صراعات. الذي بنى المسجد ربنا يكرمه ويجعل لي كل خير فيه، ولكن هو كمان مش بنيه منظرة ومش بنيه لجماعة ولا الطيار ولا السلفي إحنا كلنا مسلمين أهل السنة والجماعة، فياريتنا نطفي الحرائق. منذ قليل يقول لي زملائي أن أحد الإرهابيين ألقى بقنبلة على كمين مرور أو كشك مرور في ميدان لبنان، وحتى الآن لم يتحدد الخسائر. نتمنى ألا يكون هناك مصابين أو ضحايا لهذا الحادث الإجرامي. زي ما قلت لكم هيفضل في إرهاب طول الوقت، الذين ينازعون الحياة مش هيقدروا يكملوا بالشكل ده أبداً. طيب خلونا نروح لشخصية عظيمة مات امبارح، أديب نوبل العظيم جابريل جاريسيا ماركيز صاحب الحب في زمن الكوليرا ومائة عام من العزلة. هذا الرجل اللي هو صغير بيحكي كيف كان وهو صغير بيتعاملوا معاه على انه ولد طفل صغير، لما بيكلمه قدامه بيكلمه بلغة غامضة ورموز علشان ما يفهمش، وبيروي انه هو كان بيختزن كل الكلام ثم يحلله بطريقته ثم يصيغه ثم يحكي الرواية للكبار بطريقة اخرى فيندهشون من التشابه في القص. العبقرية المبكرة لهذا الصبي الشاحب الذي عاش حياة كلها كفاح وضنك ومعاناة كبيرة جدا حتى وصل الى العالمية في سن متأخر. ماركيز عنده حكاية غريبة ولها مغزى، ياريت اللي عندنا هنا من مجرمين وإرهابيين ولصوص يتأملوا. كان ماشي بالليل راجع لبيته الفقير في قرية صغيرة في كولومبيا، طلع عليه اتنين حرامية. أول ما شافوه صرخوا واو إيه ده السيد جابو، جابو هو اسم الشهرة لماركيز الحاصل على نوبل. لما طلع عليه الحرامية قالوا ده الأديب الكبير ده جابو، ازاي نسرقه؟ فخدوا بعضهم وجريوا خجلا من انهم اتحطوا في هذا الموقف. حتى اللصوص يقدرون قيمة الادب، فما بالكم بالارهابيين الذين لا يقدرون قيمة الوطن. تعالوا نشوف هذا التقرير لمركز ونرجع تاني. رحل بعد أن قاد قارئيه ومحبيه برواياته وقصصه القصيرة إلى ذلك المكان الغريب الذي تلتقي فيه الأسطورة والواقع. توفي أمس صاحب نوبل في الأدب الروائي الكولومبي جابرييل ماركيز في مكسيكو سيتي عن عمر يناهز 87 عاماً بعد إصابته بالتهاب رئوي، لتعلن المكسيك وكوبا وكولومبيا الحداد 3 أيام على وفاته بناء على وصيته. بدأ ماركيز عمله مراسلاً صحفياً وكافح لسنوات كي يصنع اسمه كروائي، رغم أنه نشر قصصاً ومقالات وعدة روايات قصيرة في الخمسينات والستينات أشهرها عاصفة الأوراق، وليس لدى الكولونيل من يكاتبه، إلا أن روايته 100 عام من العزلة جلبت له شهرة كبيرة بعد نشرها مباشرة في عام 1967. بيعت من الرواية أكثر من 30 مليون نسخة في أنحاء العالم، وأعطت دفعة لأدب أمريكا اللاتينية، ونال عنها جائزة نوبل في الأدب في عام 1982. وعلى الرغم من أن 100 عام من العزلة هي أشهر أعماله، إلا أن ماركيز كتب أعمالاً أخرى نالت شهرة واسعة مثل خريف البطريرك والحب في زمن الكوليرا ووقائع موت معلن.
وقدمت الأعمال الروائية لمركز أمريكا اللاتينية لملايين القراء في أنحاء العالم، ليرحل مركز بعد أن وضع الواقعية السحرية على خريطة الأدب العالمي. بسنت شحاتة، ممكن. شكرا يا بسنت. مين هي صاحبة السعادة؟ بقالنا أسابيع قاعدين نتفرج على برومو على قنوات سي بي سي بيتكلم إن من اليوم الساعة 10:30 سيطل علينا أو ستطل علينا صاحبة الوجه البشوش المثقفة الفنانة المنتجة إسعاد يونس، المذيعة إسعاد يونس. مين صاحبة السعادة؟ مين اللي دايما قاعدة تشوقنا بأنها رحلها وبتدور عليها؟ مساء الخير يا أستاذة إسعاد. مساء الخير يا أستاذ خيري، منورة الدنيا ومبروك على سي بي سي. ربنا يخليك، مبروك علي أنا. ربنا يخليكي. مين يعني قناة الواحد يعني يا رب تبقوا قريب يا رب يا رب. مين صاحبة السعادة اللي هتطل علينا 10:30 النهاردة وحنشوفها بعينين إسعاد يونس؟ صاحبة السعادة دي مصر. صاحبة السعادة اللي خدنا كلنا في حضنها واللي احنا يعني بندور عليها في البرنامج ده. بتدوري عليها ازاي يا استاذه؟ يعني احكي لنا شويه البرنامج اللي هنشوفه بعد قليل على تو بيقول ايه؟ بيدور على ايه؟ على الابتسامه في صاحبه السعاده ولا بيطبطب عليها ولا بيلملم جروحها؟ يعني بتعملي ايه؟ يعني بص يا استاذ خيري، فيلم ساندرا نشأت عملته عن الاستفتاء، كان في جمله اتشهرت جدا بتاعت محمد طه لما قال مصر جميله خليك فاكر. انا وقفت قوي عند خليك فاكر دي، لانه يبدو الفن الشعبي بحسه كان بيحس يعني ذاكرة شويه بقى عامله زي ذاكره الدبان كده بتخلص بسرعه. ف لاحظت كمان ان احنا خلال الثلاث سنين اللي فاتوا كل نوع يعني حصل في الثلاث سنين دول كل تعليقات الناس وكل رياكشناتهم وكله كانت مستدعاة من رصيد مصر الثقافي. اكتشفنا ان احنا عندنا رصيد عظيم جدا في الوجدان، كنا في وقت كتير يعني ادينا له ظهرنا، او كان النظام ما بيديش اهميه خالص للرصيد ده، تحس انه يعني متداعى شويه كده، الغنى راح من تحت رجلنا، الافلام مش عارف الازمه اللي احنا بنتعرض لها كل يوم، لكن كتبنا اللي بتتهرب على النت وبتتنسخ، شعرنا وكل حاجه، لكن كانت موجوده مصر برصيدنا الثقافي ده كله في وجدان الناس. فكانت يعني حسيت انه لازم نضرب غط في حضن الوطن ده ونستدعي القلق بتاعه مظبوط علشان يدينا دفعه لقدام. ده كان كل اللي في بالي. نعم. الحلقة الأولى اللي هنشوفها النهاردة بتتكلم عن إيه في صاحبة السعادة؟ قلنا أنا والأعضاء الصومعة بتاعتي، يعني عندي شوية شباب جمال كده، ودي دعوة برضو إن الصومعة ينضم لها كل حد عايز يقول أي حاجة للبلد دي. واكتشفنا إننا لازم نستعرض في الثلاث سنين دول إيه اللي حصل علشان يوصلنا للحظة إننا بندور على صاحبة السعادة. فقعدنا ننقش ده لحد ما لقينا ان الواقع قتل الخيال. الواقع اللي شفناه يعني قتل الخيال اللي كان ممكن اي مؤلف او بتاع يستدعيه يعني. فاستعرضنا ده في الحلقتين بتاعت النهارده وبكره بشكل احيانا ساخر واحيانا مدقق واحيانا كذا، عشان نبدا رحلتنا من الاسبوع اللي بعده. بإذن الله. ألف مبروك وإضافة كبيرة، ووجودك على الشاشة إضافة، أنت وحشانا من زمان. السادة المشاهدين يشوفوا إسعاد يونس وهي بتبحث عن صاحبة السعادة على قناة 2 سي بي سي 2 بعد 4 دقائق من الآن. أشكرك وأنا سعيدة ومتشرفة جدا إن أنا أكون ضمن فريق السي. ده شرف لينا أن نتزامل معك. ربنا يخليك. الفنانة الكبيرة إسعاد يونس بعد دقائق هتشوفوها على 2 بإطلالة جديدة. بشكرك جدا. للأسف وأنا بكلمكم يعني حصل لي شوية ارتباك، لأن عرفت أن القنبلة التي انفجرت أسفل كوبري ميدان لبنان
في هناك مركز مرور يعني اكتر من حد بعت لي ده في كشك مرور تحت الكوبري في معلومات اوليه بتقول ان في رائد شرطه استشهد. سعاد يونس كانت بتقول لنا على اغنيه محمد طه عن مصر خليك فاكر، مصر جميله خليك فاكر. الارهابيين مش فاكرين حاجه خالص غير ان هم عايزين سلطه، ان هم عايزين خراب لهذا البلد، ان البلد ده هم ناسيين ان البلد دي اقوى من اي حد. يا ما عد عليها، عد عليها مماليك وعد عليها اتراك وعد عليها انجليز وعد عليها فرنسويين وعد عليها حملات وغزاة وتتار وكله، فضلت البلد وكله راح. البلد دي حاولوا يغيروها، دخلوا وعاشوا فيها. البلد الوحيد دخلوا الجزائر بقت اللغة فرنسوية، في المغرب العربي اللغة الأساسية اللي بتحدث بها إخواتنا في المغرب هي اللغة الفرنسية. في بيروت مصر البلد الوحيد اللي خرجتهم بمتعلمين اللغة العربية. مصر معدتها بتهضم أي حد. مليون شهيد هيقعوا في هذا الوطن من ضباط وجنود وقضاء ومواطنين وإعلاميين، احنا كلنا فدا هذا البلد مهما عملوا مهما عملوا. لا يمكن لا يمكن يغيروا هوية هذا البلد ولا ثقافتها ولا أمنا بيها، لأنها تستحق إن احنا نحافظ عليها من هؤلاء الغرباء، لأن مفيش واحد ابن هذا الوطن ممكن يقتل أو يفجر فيها. هطلع فاصل، بعد الفاصل هنرجع نكمل قليل من الأخبار قبل أن أستقبل عم الشيخ زين محمود. هسيبكم دلوقتي مع تقرير، انتوا هتذيعوا الفيديو بتاع الورق يا جماعة. طيب عندنا فيديو خاص، وده فيديو اليوم اللي بنختاره لكم، عن عملوا مجموعة من الشباب عن رحلة الإنسان. هتكتشف إن سيادتك ورقة، طلعت نزلت كبرت صغرت اغتنيت افتقرت قعدت اتغربت شفيت مرضت، انت سيادتك ورقة. نلتقي بقى. عزيز بوتفليقة يفوز بولاية الرئاسية الرابعة بحصوله على أكثر من 81% من إجمالي عدد الناخبين في الجزائر. مكاتب الشهر العقاري تغلق أبوابها وتستكمل تحرير توكيلات الرئاسة غدا. عناصر من تنظيم الإخوان يطلقون أعيرة الخرطوش على سكان منطقة الدهشوري ببني سويف ما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين. الأوقاف تحرر محضرين بمركز أبو قرقاز بالمنيا ضد محمد حسين يعقوب لاعتلائه منبر مسجد الرحمن الرحيم عنوة دون ترخيص ومنع وكيل الوزارة لشؤون الدعوة من أداء عمله. قوات الأمن تنجح في فض مسيرة للإخوان باستخدام قنابل الغاز في حلوان. الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم تتمكن من القبض على 3 متهمين بتكوين خلية لاستهداف ضباط الشرطة. أجهزة الأمن بشمال سيناء تضبط أحد مهربي السلاح بين مصر وقطاع غزة.
ضبط 3 أطنان من الأسماك الفاسدة في الفيوم قبل بيعها للمواطنين في شم النسيم.